عام بالتمام أكملته الحرب الروسية في أوكرانيا، حرب لم تقتصر مفاعيلها على البلدين بل امتدت إلى العالم بأسره. فإلى جانب التداعيات الأمنية، خلفت هذه الحرب تداعيات سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة أثقلت كاهل الدول القريبة وحتى البعيدة. إنسانياً، شكلت أزمة اللاجئين عبئاً على الدول الأوروبية، وشكلت واحدة من أسوأ أزمات اللجوء في القارة العجوز. اقتصادياً، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بأزمة غذاء عالمية، كما بأزمة طاقة وتضخم في اقتصادات الكثير من الدول. أما سياسياً، فأعادت هذه الحرب تقسيم دول العالم وحالة الاستقطاب، وسط حديث عن عودة للحرب الباردة بشكل أو بآخر. نتساءل، من يدفع ثمن الحرب في أوكرانيا؟ كيف تتوزع الدول في ميزان الربح والخسارة؟ وكيف ينقسم العالم في ظل حالة الاستقطاب؟ ونناقش الليلة هذا الملف مع ضيوف هذا المحور من موسكو، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية أولغا كراسينياك، من كييف عضو مجلس القوميات في الإدارة الحكومية التابعة لمجلس الوزراء الأوكراني عماد أبو الرب، ومن واشنطن الخبير الأمني والاستراتيجي تشارلز مارينو، ومن مدينة ليون الفرنسية الأكاديمي والبحث السياسي دكتور بيير لوي ريمو. أهلا وسهلا بكم جميعا إلى هذه التغطية الخاصة للذكرى الأولى لانطلاق هذه الحرب الروسية الأوكرانية. أرحب بداية بضيفتي من موسكو وأبدأ معها الحوار، لنتساءل معك الليلة أستاذة أولغا، هل أخطأت موسكو في حساباتها وفي تقديراتها عندما أطلقت قبل عام من الآن ما سمته العملية العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، أم أنها أستاذة أولغا عرفت موسكو وقصدت موسكو أن تطال تداعيات هذه العملية دول العالم أجمع؟ أعتقد أن هذا ليس سوء تقدير بالتأكيد من روسيا، لكن هذا النزاع يتطور، هو بدأ بسبب مخاوف أمنية كانت لدى روسيا بشأن حدودها، وخصوصا بسبب ما يتعرض له المتحدثون بالروسية في أوكرانيا من قمع من قبل نظام كييف. الآن النزاع لم يعد إقليميا وإنما أضحى نزاعا عالميا، من جانب نرى روسيا ومن الجانب الآخر هناك الدول الغربية، وهذا النزاع العالمي سيؤدي إلى تغيير الهيمنة الغربية وخصوصا الهيمنة الأمريكية. هناك إذا نظام عالمي جديد سيبدأ، الأمر لا يتعلق بسوء تقدير. بطبيعة الحال هذا العالم الجديد الذي ستنتجه هذه الحرب سنغوص في تفاصيله في سياق هذه التغطية، لكن أستاذ عماد من كييف، حرب يقال اليوم إنها تشن ضد أوكرانيا، لكن البعض يعتبرها تشن ضد الغرب أجمع، هل كان لأوكرانيا أي خيار غير المواجهة سيد عماد، أم أن القرار أصلا لا تملكه كييف وأن القرار بيد الجانب الأمريكي أو بيد الغرب على نطاق أوسع كما أكدت مرات عدة موسكو؟ تحياتي لكم ست شنتال والسادة الضيوف والسادة المشاهدين. حقيقة بالتأكيد أوكرانيا دولة حرة، وأنا أعيش هنا منذ قرابة 20 سنة، وبالتالي شهدت كيف أن الحكومة والأحزاب المعارضة تسير ضمن منظومة دستورية ديمقراطية حرة، وبالتالي لو كان الرئيس مسير من أي جهة خارجية ستكون هنا قوى معارضة بالتأكيد ضده. الآن القيادة والشعب وحتى قوى المعارضة الكل متوحد بصورة واحدة. لماذا؟ لأن أوكرانيا تراهن كما أشرت حضرتك على أنها تدافع عن خيار وحيد،
وأوحد، وهو وحدة وسيادة أراضيها. أوكرانيا لا تطالب بشيء تعجيزي ولا تطالب بشيء إضافي، هي تطالب فقط باحترام الشرعية الدولية. أوكرانيا لن تضحي أن تخسر كل هذه الخسائر البشرية، وهذا التقرير الرسمي لمفوض حقوق الإنسان في البرلمان الذي يشير إلى أكثر من 15 مليون أوكراني بين لاجئ ونازح، أكثر من 2000 مؤسسة تعليمية هدمت أو تضررت، أكثر من 1000 منشأة صحية، أكثر من 200 معبد ديني، أكثر من 300 روضة وغير ذلك، بنية تحتية أكثر من 30%، البنية التحتية للطاقة أكثر من 40-50%، هدم المناطق الشرقية الجنوبية المتاخمة. وقد يعني زرت كامل المدن الأوكرانية منذ بداية الحرب، قطعت 50,000 كيلومتر، زرت المدن لأطلع بنفسي، وعندما أقف لأتحدث عن أوكرانيا أكون أمين فيما أنقل من حقائق ووقائع. الدمار كبير، لكن توافقني أستاذ عماد، أوكرانيا أستاذ عماد توافقني أن أوكرانيا ضحية اليوم؟ هي ضحية منذ بداية الأزمة، أنها لم تجد حاضنة دولية لمناورة بين الأطراف، وهي ضحية بعد ذلك أنها أصبحت يعني يمكن لبعض الأطراف أن تستفيد من الحرب التي تسير على أرض أوكرانيا. لكن أوكرانيا لا تسير مصالح الآخرين، صدقوني العقلية الأوكرانية وروسيا أكثر من يعرفها هي تبحث عن مصالحها، تقاطعت قدرا أنها على حدود الناتو، وهذا حظها. لو لم تكن أوكرانيا على حدود الناتو لكان أمر آخر، لأنها على حدود الناتو وجدت ذاك الدعم، إضافة إلى أن هناك تنافس أمريكي روسي، فبالتالي هي كما قلت البعض استفاد على ظهر أوكرانيا، ولكن أوكرانيا لم تخدم الآخر، هي خدمت نفسها بكما أشرت الحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها. سنعود إلى خياراتها بعد قليل معك أستاذ عماد خلال تغطيتنا أيضا، لكن اليوم حتى أذهب مباشرة إلى واشنطن مع ضيفي السيد تشارلز مارينو. أستاذ تشارلز، واشنطن متهمة بتسيير الرئيس زيلنسكي، واشنطن متهمة بإطالة أمد هذه الحرب، واشنطن متهمة أيضا بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وبالتالي جعل هذه المعركة لا تنتهي، واشنطن متهمة بتوريط أوروبا في هذا الصراع. ألا تصب حقيقة سيد تشارلز كل هذه التطورات وتداعيات هذه الحرب التي تشهدها أوكرانيا اليوم في مصلحة الولايات المتحدة التي هي من أول أولوياتها أضعاف النظام في موسكو؟ قد أقول إنه من بين الأشياء التي يتهم بها الناتو وأمريكا ما وصفته، والذي يبدو منطقيا هو أن الناتو وأمريكا عمل على دعم أوكرانيا منذ البداية عبر تقديم الأسلحة والمليارات من الدولارات كما قلتم، لكن الغرب غير منخرط مباشرة في هذه الحرب، لكن له مصلحة في أن لا تتوسع الحرب خارج أوكرانيا. أولا، أمريكا تدعم أوكرانيا في سيادتها واستقلالها عن روسيا، ولذلك الشعب الأوكراني هو الضحية بسبب ما تفعله روسيا. لكن هناك أيضا مصالح استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي لمنع روسيا من التوسع في المنطقة، لأنه بعد أوكرانيا أين ستقف روسيا؟ هل بيلاروسيا ستصبح محتلة من روسيا أو بولندا؟ هناك العديد من المخاوف هنا، ولا نتحدث فقط عن أمريكا والناتو فقط الذين يقدمون المساعدة، وإنما هناك إجراءات ضد روسيا عبر عقوبات غير مسبوقة. هناك مصالح استراتيجية لواشنطن أهم يمكن ورد في مداخلتك سيد تشارلز، هذه المصالح سنعود للغوص في تفاصيلها أيضا. دكتور بيير لوي ريمو، يمكن حضرتك اليوم تمثل الجانب الأوروبي في هذا الحوار، القارة العجوز أكثر من تضرر من تداعيات هذه الأزمة خلال العام الماضي، تداعيات أمنية، تداعيات سياسية اقتصادية يعني وحتى إنسانية، ذكرنا يعني أزمة اللجوء اللي أرهقت أوروبا خلال العام الماضي. هل يمكن القول دكتور أنه الأوروبيين دفعوا ثمن وثوقهم واعتمادهم بشكل أساسي على الحلفاء؟ وخلينا نذكر الحلفاء بشكل عام، يعني الجانب الأمريكي وحتى الروسي طوال الأعوام الماضية. ولكن لم يكن بالإمكان، مساء الخير شانتال، أن يكون الأوروبيون منشقين عن حلفائهم التقليديين
يعني هذه الوحدة الاستراتيجية التي تسعى المنظومة الأوروبية إلى بنائها لا تزال تتطلب الوقت. وصحيح بأن هناك إخفاق تاريخي أولاً، وهو عدم قدرة الكتلة الأوروبية على تشكيل ما كان سمي بالمنظومة الأوروبية للدفاع بعد توقيع معاهدة روما في عام 57. أعتقد بأن إحدى المنطلقات هي استمرار أوروبا في عدم بنائها تكاملها الاستراتيجي، يعني هذا جانب. ولكن من جانب آخر لا نستطيع أن نقول بأن أوروبا دفعت الثمن على المستوى الدبلوماسي، لأن لو تتذكرين أن مسألة العقوبات على موسكو لم تكلف المنظومة الأوروبية سوى 12 ساعة بعد هجوم 24 يناير من العام المنصرم. فأعتقد بأن صحيح عسكريا لا تزال العقبة كأداء لم يتم تجاوزها، ولكن دبلوماسيا أعتقد بأن هناك تضافرا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي لم نشهده منذ بداية تأسيسه. فأعتقد بأن هناك ورقة بيد أوروبا، وهي الورقة الدبلوماسية التي سوف تكون لها بكل تأكيد وزن في المفاوضات. وعلى ما يبدو بدأت تتكشف بعض الخيوط المرتبطة بالضغوطات اللي تم تسريب معلومات حولها، بأنه سيكون هناك ضغوطات أوروبية على الرئيس زيلينسكي لربما خلال المرحلة المقبلة للقبول أو لوضع طاولة المفاوضات في الحسبان. سنعود إلى ذلك معك دكتور بيير لوي غيمو. سيدة أولغا، كل حرب يعني تنتهي بخاسر وبرابح بعد عام على مرور لربما هذه الأزمة، من الخاسر الأكبر بتقديركم من هذه الحرب؟ بطبيعة الحال أوكرانيا هي الخاسر الأكبر، لأنها تعاني والشعب الأوكراني يعاني، والمسؤولية تقع على عاتق أمريكا والاتحاد الأوروبي. لكن دعيني أتحدث عن اللعبة التي يخسر فيها الجميع عندما نتحدث عن هذا النزاع. من الصعب أن نجد توافقا، والآن ليس الوقت مناسبا لبدء المفاوضات، بالرغم من أن روسيا منفتحة على المفاوضات وبدئها، وهذا لأن الدول الغربية لا تقبل بتلبية المصالح الروسية، وبالتالي ليس الوقت مناسبا. ونحن نتوقع أن يكون هناك أوضاع معينة تحصل فيها روسيا على ما تقبله، ويكون الوضع أيضا مقبولا نوعا ما من قبل الآخرين، وروسيا تريد الأمن والسلام للمتحدثين بالروسية. والأرض الأوكرانية مهمة لروسيا تاريخيا، وجزء من أوكرانيا وخصوصا الجزء الشرقي كان روسيا وكان يسمى مالاروسيا تاريخيا، الشعب الأوكراني يعرف ذلك. أنا أتحدث عن سيادة أوكرانيا، هذا أمر غير منطقي، لأنه ليس هناك برلمان مستقل، وسيادة أوكرانيا لا يمكن الحديث عنها بما أنها لا تتخذ قراراتها بنفسها، وإنما يملى عليها ما تفعله من قبل الغرب. إذن أية سيادة نتحدث عنها؟ وبالوقت اللي تقولين أستاذة أولغا أنه ليس الوقت المناسب الآن لبدء مفاوضات، أيضا كثيرة هي الجبهات الجديدة التي تظهر في الميدان، ولا مؤشرات حقيقة على قرب انتهاء هذه الحرب. أستاذ عماد، بالوقت اللي نتابع فيه كل ذلك أو كل هذه التطورات في الميدان، يظهر الرئيس زيلينسكي ليقول بأنه الحسم آت، وبأنه هذا الأمر سيتم خلال هذا العام. أي مؤشرات يعتمد عليها الرئيس زيلينسكي للتصريح بذلك؟ باعتقادي أبرز المؤشرات بداية أن عامل المفاجأة وعامل الحسم انتزع وألغي تماما في معادلة هذه الحرب الغير مبررة على أوكرانيا. فبالتالي أصبحت ثقة الجندي الأوكراني والجيش الأوكراني والشعب الأوكراني في جيشه والناتو في الشعب والجيش الأوكراني كبيرة جدا. وبالتالي نرى تفسيرا لذلك، منذ بداية هذا العام بدأت دول الاتحاد الأوروبي التي كنا نسمع البروباغاندا الروسية التي تقول أن الاتحاد الأوروبي منقسم وأن الناتو منقسم وأنه استنزف وأنه يعاني من تضخم. نعم هو يعاني، الكل يعاني، قبل الوضع الاقتصادي لأي دولة القيم الإنسانية تعاني،
القيم الإنسانية، قيم السلم والتعايش والتسامح والوئام استنزفت، ولكن على الواقع أوكرانيا حقيقة ترى أن كل الفواتير التي يمكن أن تدفع ليست بقيمة الحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها. ولذلك قال زيلينسكي الرئيس اليوم: نحن خيرنا منذ بداية الحرب بين أن نرفع الراية البيضاء أو الراية الصفراء الزرقاء أي العلم الأوكراني، فاخترنا سيادة بلدنا، وبالتالي نحن نقف ومعنا شركائنا الدوليين الذين يتضامنوا معنا ويقفوا معنا ليدافعوا عن قيم الحرية والديمقراطية. لكن هل يتخطى التضامن هذا أستاذ عماد؟ هل يتخطى هذا التضامن تضارب المصالح الخارجية؟ تضارب بين من ومن؟ بين من ومن؟ الكل يعلم، حتى السيد تشارلز قبل قليل في مداخلته تحدث واعترف بوجود مصالح أمريكية اليوم، وبطبيعة الحال الكل يعلم أن هذه الأرض اليوم هي ساحة تصفية حسابات وتحضير لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. أريد أن أشير لكم لمعلومة هامة جدا: مستقبلا لن ترحم ولن يرحم الشعب الأوكراني ولن ترحم النخب السياسية أي حكومة تضحي بالشعب الأوكراني وبدماء مقابل أن تنفذ أي أجندة. لا تظنوا أن أوكرانيا دولة ديكتاتورية، هي دولة ديمقراطية حرة، وهذا ما يفسر أن الانتخابات الرئاسية دائما يفوز رئيس بالانتخابات دون حدوث أي انقلابات إطلاقا. والرئيس الذي فر إلى روسيا حدث نوع من الاعتصام وليس انقلاب، وهو الذي فر، وبالتالي البرلمان ضمن الدستور الأوكراني قام بتغييره وإجراء انتخابات جديدة. لكن أريد أن أؤكد أن أي تقاطع للمصالح هذا شيء طبيعي، هناك تقاطعات سياسية اقتصادية مختلفة، فأوكرانيا كما ذكر تقاطعت مصالحها مع دول أخرى، بعض الدول لمصالح اقتصادية، بعضها سياسية، بعضها مجرد تريد استنزاف روسيا. فبغض النظر أوكرانيا هي ما دام أن هناك من يدعمها هي تمضي قدما وتراهن على أنها ستستطيع أن تحرر هذه الأراضي ما دام شركائها يدعموها في الدعم الذي تريد. هل يستمر هذا الدعم؟ هذا السؤال الأكبر. إخفاق كبير تابعناه خلال العام الماضي من قبل الغرب، تحديدا في مسألة يمكن مد أوكرانيا بالسلاح الذي تحتاجه، حتى كثيرة هي الأسلحة المتطورة ليحتاجها الداخل الأوكراني والتي لم تصل بعد عام من بدء هذه المعركة. سيد مارينو، هل الغرب مستعد لمد أوكرانيا بهذه الأسلحة الآن بعد مرور عام؟ البعض يقول أنه تحديدا روسيا هي التي تقول أن الولايات المتحدة أكبر المستفيدين من إطالة أمد هذه الحرب. السيد لافروف قالها مرات عدة، أكد أن واشنطن عندها هدف جيوسياسي رئيسي بيتمثل أيضا بكسر الروابط التقليدية بين روسيا وحلفائها بالماضي تحديدا الأوروبيين. اليوم هذا الهدف يتحقق؟ أعتقد أن هناك التزاما من الغرب وخصوصا حلف شمال الأطلسي الناتو وأمريكا لمواصلة هذا الدعم لأوكرانيا، وكذلك هناك التزام للرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني لدعمهم على مواصلة القتال. إذا نظرنا إلى زيلينسكي فهو متفائل، يريد أن يعطيهم دافعا وحافزا لمواصلة القتال وإبقاء روحهم عالية. وإذا نظرنا إلى هذه الجهود التي مورست من أجل تطبيط الروح القتالية لأوكرانيا فهي فشلت، وهذا أدى إلى تغيير مجرى الحرب، لأن هناك قائدا كبيرا وله رؤية وهو رئيس زيلينسكي الذي يعمل بشكل يومي على تحفيز الشعب الأوكراني والجيش الأوكراني وكذلك استجماع الدعم الدولي، ويلتقي بشكل مستمر مع قادة العالم من أجل الدفاع عن قضيته وعن سبب ضرورة إبقاء سيادة أوكرانيا والحفاظ عليها. ولهذا دول كأمريكا ودول غربية أخرى ستستمر في دعم أوكرانيا. لكن دعونا نتذكر من بدأ هذه الحرب، كانت روسيا وليست أوكرانيا. روسيا هي التي قدمت إلى أوكرانيا، وكل دولة لها الحق في الدفاع عن نفسها وسيادتها.
سيادتها. والآن بالنسبة إلى أوكرانيا، بالرغم من أنها ليست عضوة في الناتو، لكنها تحظى بدعم الغرب والناتو، وهذا لأنه من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى أن تبقى أوكرانيا محافظة على سيادتها، ولذلك لن يتلاشى أو يضمحل هذا الدعم. والرئيس بايدن قال إن هذا الدعم سيستمر، وسيستمر هذا الخط من الإمدادات. وإذا تذكرنا فإن أوكرانيا طلبت مقاتلات من أمريكا والغرب، وهم كانوا قد رفضوا العام الماضي لمناقشة هذه الطلبات، لكن الأمر يتغير الآن، ونتوقع أن يكون هناك استمرار لهذه السياسة التدرجية في تزويد أوكرانيا بالأسلحة. هذا لن يتلاشى بطبيعة الحال، لا يتلاشى، لكن يستبعد البعض أن يكون له تأثير مباشر على حسم هذه المعركة. دكتور بيير لويغي، مو حتى أعود لربما قليلا إلى موضوع العلاقات الأوروبية الروسية اللي كنت طرحته قبل قليل، فهذا الأمر لا يمكن أن ننكر أنه قد تأثر بشكل كبير من جراء هذه الحرب. حتى بعض الدول الأوروبية وصلت حد المقاطعة مع الجانب الروسي، لكن هل يمكن القول اليوم دكتور بيير لويغيمو أنه الجانب الأوروبي استبدل يمكن الحليف الروسي أو قربه بروسيا مع الولايات المتحدة؟ يعني هل باتت أوروبا أكثر اعتمادا على الجانب الأمريكي بعد هذه الحرب؟ أنا لا أعتقد بأننا نستطيع أن نتحدث عن تكريس المعسكر الأطلنطي بذات الطريقة التي ربما تخطط لها بعض الرؤى الأمريكية. أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، وتسألت ما إذا كان الدول الأوروبية قد حققت القطيعة التامة بينها وبين روسيا. قد يكون ذلك صحيحا على مستوى قيادي الدول. نحن نعلم مثلا بأن الرئيس الفرنسي لم يعد يجري اتصالات مباشرة مع الرئيس الروسي، ولكن قنوات الاتصال الدبلوماسية لم تقطع، وهذه نقطة مهمة جدا، لا على مستوى الدبلوماسي ولا على المستوى الاستخباراتي. هذا بين فرنسا وروسيا، وهذا أيضا بين دول أوروبية وروسيا أخرى، دول أوروبية أخرى، وهذا أيضا يصرح بين أمريكا وروسيا. نحن نعلم بأن على مستوى الدبلوماسي والاستخباراتي قنوات الاتصال لا تزال موجودة. أما موضوع دخولنا عالم جديد وعالم ما بعد الحرب على النزاع الروسي الأوكراني، كأن نتحدث مثلا عن انطلاق صفحة جديدة من نوع ما بعد الحرب الباردة. أعتقد أننا لم ندخل هذا العالم، لأن هذه التحالفات التقليدية بماذا سنستبدلها؟ لا يمكن أن نعود إلى النموذج الثنائي الأقطاب الذي كنا قد عشناه أثناء الحرب الباردة وما بعدها، لأن صحيح بأن الطرف الصيني الآن الذي بدأ يطرح نفسه أكثر يطرح ورق التفاوض، وصحيح بأن إعادة صياغة التحالفات سوف تدخلنا في كيفية تصور على متعدد الأقطاب. أنا أعتقد بأن محددات عالم متعدد الأقطاب الذي سندخله بعد النزاع الروسي الأوكراني هو الذي يطرح نفسه الآن، وليس عودة إلى نظام ثنائي الأقطاب أو نظام استقطابي. أنت ذكرتي وأشرت إلى كلمة استقطاب في المقدمة. صحيح. أعتقد بأننا دخلنا الآن في مرحلة خلط الأوراق. قد تكون هناك استقطابات، ولكن في عالم متعدد الأقطاب ستكون بكل تأكيد توازنات جديدة سوف. وعلى ما يبدو أوروبا تعرف ذلك تماما وتأخذ ذلك بعين الاعتبار. دكتور بيير لويغيمو، أستفيد من وجودك معنا في هذه الجزئية من هذا الحوار، لأعود معك لربما إلى ما لطالما قالته أوروبا: الحل الدبلوماسي لا يمكن أن يمر إلا عبر القنوات الروسية، ولا يجب أن نقفل الباب مع موسكو. هل لا يزال هذا الحل الدبلوماسي برأيكم دكتور ممكنا، ومن تعتقدون أنه يملك مفاتيحه؟
توقف عند خطاب إيمانويل ماكرون الذي تحدث في بداية الحرب عن ضرورة عدم إدلال روسيا، والآن يتحدث عن ضرورة عدم سحق روسيا. طبعا لا أحد يطمح إلى سحق روسيا، لأن المعركة تتم داخل الأراضي الأوكرانية وليس على مستوى الأراضي الروسية. أعتقد بأن الدبلوماسية الأوروبية والخطة التي يسعى إلى تنفيذها وربما قيادتها الرئيس الفرنسي قائمة على عدم إهمال أي ورقة. بطبيعة الحال لا نتحدث كثيرا عن الصين، لأن الصين علنا تعلن عن حياد ينظر الكثيرون إلى أنه ليس حيادا واقعيا وإنما دعما خفيا لروسيا. ولكن هناك نقطة مهمة جدا، وهي أن روسيا أعلنت صراحة اعتراضها التام عن لجوء روسيا إلى السلاح النووي. هذه من هذا من ناحية. من ناحية أخرى بطبيعة الحال الطرف الأمريكي يعلم جيدا بأنه هو الذي في نهاية المطاف سيأتي إلى المفاوضات، وربما قد أتى على يعني الخطة التي يعد لها في الخفاء، بحيث أن الموضوع المطروح الآن هو من سيقول زيلينسكي وصلت إلى هذا الحد ولا يمكن تجاوزه وعليك الآن أن تدخل في المفاوضات، من سيبادر إلى ذلك؟ سيكون على ما يبدو على ما يبدو يا دكتور بيير لوي غيمو الجانب الأوروبي هو اللي سيبادر. كان في تسريبات اليوم تؤكد على أنه الجانب الألماني والفرنسي على ما يبدو وضعوا ذلك في يمكن أجندة الرئيس زيلينسكي. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على المداخلة معنا الليلة من مدينة ليون الفرنسية الأكاديمي والبحث السياسي دكتور بيير لوي غيمو. نحن سنكمل مع ضيوفنا المتبقين طبعا في الجزئية الثانية.